خلينا نبدأ فقراتنا مع حضراتكم ونتعرف على حالة الجو النهاردة. من المتوقع أن يشهد اليوم طقس بارد نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كفة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على بعض محافظات الجمهورية، والبداية من العاصمة القاهرة اللي العظمى فيها بتسجل 16 أما الصغرى 11، اسكندرية 16-12، الإسماعيلية 18-13، الدقهلية 16-10، الغردقة 22-10 والمنيا 17-8. أما بالنسبة لبعض العواصم العربية والعالمية فدرجة الحرارة هي كالتالي، والبداية من العاصمة السعودية الرياض، العظمى 22، الصغرى 12، أبوظبي 26-20، أنقرة 10-1 تحت الصفر، لندن 15-12، واشنطن 16-12، وأخيرا بكين 4-9 تحت الصفر.